هو ايوه بس دولة أخرى حضرتك تماما. 1990 حضرتك ليه اخترتي اللغة الصينية؟ أنا اخترت اللغة الصينية لأن أنا كنت عايزة أدرس لغة مش كتير بيتكلموها، اه يعني لما يكون اللغة الإنجليزية كويسة محتاجين بقى ان احنا ندرس حاجة تانية. مش وعلى فكرة كان عندي يعني ساعتها ما كانوش مامتي وبابايا ما كانوش موافقين خالص يعني، بس انا اصريت الحقيقة والحمد لله انا سعيدة بالقرار اللي انا خدته جدا. طيب دكتور، يمكن زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، يعني والد حضرتك ما كانوش موافقين اصلا على تعلمك اللغه الصينيه، وفي ناس كتير ممكن دلوقتي تبقى شايفه، اولياء امور تبقى شايفه انه مهم ولادنا يتعلموا اللغه الصينيه، لان زي ما حضرتك قلتي لغه المستقبل بشكل كبير، او هتستخدم في المستقبل بشكل كبير جدا، لكن بيبقوا خايفين هي لغه صعبه ولا سهله، هي لغه الحروف الابجديه عامله ازاي، سهل ان احنا نتعلمها ونتكلمها ولا لا، لانه في لغات بالفعل بتصنف لغات سهله سهل تعلمها، في لغات بالفعل لغات صعبه صعب ان احنا نتعلمها، في بتبقى في اختلافات، في لغه سهله نكتبها ولغه سهله ننطقها، فتصنيفك او معلومات حتى عن اللغه الصينيه، عشان لو في حد بيتفرج علينا وحابب او يعني عنده ميول انه يعرف او فضول انه يعرف ايه اللغه الصينيه عباره عن ايه، لو حضرتك ممكن تقول لنا بعض التفاصيل. اللغة الصينية بتصنف من أصعب لغات العالم زي اللغة العربية. دي أول حاجة؟ يعني على ما هي دي كنا تشجعنا. المعلومة هي دي المعلومة اللي كل الناس عارفينها، يعني هي اللغة العربية واللغة الصينية دي أصعب لغات في العالم. لكن الصعوبة بتاعت اللغة الصينية مختلفة عن صعوبة اللغة العربية، يمكن صعوبة اللغة العربية تكمن أكتر في النحو، لكن صعوبة اللغة الصينية بتكمن أكتر في الكتابة والرموز. الكتابة والرموز في اللغة الصينية لأن هي ملهاش أبجدية، هي عبارة عن كاركترز رموز، كل رمز ليه النطق الخاص بيه. حضرتك قلت إنه اليوم العالمي للغة الصينية بمناسبة ذكرى تخليد سانغ تيا، ده اللي هو أسس اللغة بصورة عامة، لكن في خمسينيات الخمسينيات من القرن الماضي هم بدأوا يطوروا هذه اللغة ويسهلوها للنظام اسمه البينيين. البينيين ده مقطع صوتي استخدموا الحروف اللاتينية في نطق الرمز، يعني الرمز ده بينطق بالمقطع الصوتي ده اللي هو اسمه بينيين. فده سهل كتير جدا في دراسة اللغة الصينية. حتى الصينيين أنفسهم قبل الخمسينيات كانت نسبة الأمية عندهم تتجاوز 85% لصعوبة كتابة الرموز، لكن بعد الخمسينيات بدأت تقريبا دلوقتي ما فيش خالص أمية في الصين، الرمز نفسه بقى أبسط، النظام اللي هم استخدموه الصوتي ده سهل جدا، فما بقاش فيه مشكلة خالص. أسهل حاجة في اللغة الصينية قواعدها، لأن هي ما ملهاش يعني مش زي اللغة العربية ليها الأفعال ليها تصنيفات ولا ما فيهاش خالص دوت، لكن هي لغة سهلة وسلسة، والرمز كمان شكل الرموز نفسه ممتع وكتابته ممتعة لأنه مرتبط بحاجات من الطبيعة زي كده الهيروغليفية زمان نشأتها، لغة تصويرية مرتبطة بأماكن مرتبطة بأشخاص، فلما الطالب بيعرف اصل الرمز والحدوته بتاعته اصلا كانت جايه منين وعامله ازاي، يعني كل رمز ده بيبقى ليه قصه. طبعا كل رمز ليه قصه، وفي حاجات معينه في الرمز حتى لو انت مش عارفاه او ما شفتيهوش قبل كده بتقول يعني الرمز ده ده معناه ميه، حاجه بحر او ميه، لان في جزء من الرمز عن الميه، جزء عن الخشب، جزء عن صناعه او حيوان او فهي ممتعه أثناء دراستها. يعني هي صعوبة اللغة الصينية بتبقى أول 3 4 شهور بس، لكن بعد الأول لأنها لغة مختلفة خالص عن أي لغة أخرى في العالم. يعني لو حضرتك بتقري كلمة بالإنجليش أو أنت ممكن تقري حتى لغة أنت ما تعرفيهاش، لو بتقري أسباني ألماني أو أي حاجة ما حدش عارفها هيعرف ينطق الكلمة، لكن باللغة الصينية مش هيعرف يقراها صحيح. إلا لو كان عد عارف أصل عليه رموزه. وعارف أصل الرمز وحافظ نطقه كمان يعني. طب هل في أي وجه للتقارب أو الشبه ما بين الثقافة الصينية والمصرية، العادات التقاليد الحاجات دي من شأنها إحداث تقارب ما بين الشعوب؟ طبعا في، لأن إحنا دول شرقية، فالدول الشرقية عامة بتتسم بأن فيها تقارب ثقافي. إلى الآن الصينيين عندهم زخم ثقافي رهيب، أعياد بيهتموا بيها وبيحافظوا عليها وعلى عاداتهم
وقد ايه لازم يلتقوا الاسر تلتقي، وان هم لازم يجتمعوا في مناسبات معينه واعياد، واعيادهم كلها لغايه دلوقتي هم في حاجات زي احنا زمان ما كنا، ما احنا في العيد لو ده كحك العيد الصغير بنعمل الكحك، وده العيد الكبير ما اعرفش بنعمل يعني في حاجات، وشم النسيم وكل الحاجات دي اصلا موروث ثقافي، وهم عندهم موروثات ثقافية كتيرة جدا جدا لا تنتهي. صحيح. ودي اكتر حاجة بتعجب اي حد وبتخلي اي حد يحب انه يتقرب اكتر طبعاً. للصين وللثقافة بتاعتها، لانه كل مناسبة هم عندهم فيها العادات اللي هم متمسكين بيها وبيعملوها لغاية النهاردة. يعني احنا في حاجات ممكن نكون عندنا نسيناها او كنا بنعملها قبل كده ما بقيناش نعملها دلوقتي، لا هم ما انتهتش رغم التطور الاقتصادي الرهيب اللي هم وصلوا ليه. فدي حاجه مهمه جدا، لانه تمسك الانسان بحضارته بثقافته بيخليه دايما واقف على ارض صلبه، وهو بيتقدم بصوره يعني كويسه جدا، والماضي دايما بيحفز الانسان طبعا للمستقبل.